وإلى مصطلح ومعنى. رمز الاستجابة السريعة هو اسم QR كود، العلامة التجارية لنظام مصفوفة الرموز ما يعرف بالباركود. يتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء. توفر هذه التقنية إمكانية الوصول الفوري إلى الروابط دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف النقال. كما يمكن أن تستخدم هذه التقنية الواعدة في تشفير معلومات شخصية وتحويلها إلى رموز على شكل بطاقات يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف النقال. وإلى أبرز الإيفنتات لهذا الأسبوع والمناسبات في عمان. مهرجان القدس للثقافة والفنون، والذي تنظمه نقابة الأطباء الأردنيين يوم الجمعة أو يوم السبت المقبل في مجمع النقابات من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساء. ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات والضيوف، أبرزهم الشاعر أيمن العتوم والباحث نواف الزرو. الحدث التالي أو الإيفنت هو للمهتمين بالشأن الإعلامي، وينظمه معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع اليونسكو، يوم تثقيفي حول مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية للشباب، وذلك يوم الاثنين 31/10/2022. نتمنى أن تكون هذه الأحداث جميلة وممتعة بالنسبة لكم.